معانا اول خبر، الزراعه تفحص اللحوم المقدمه للحيوانات بحديقه حيوانات الجيزه. لا يا شيخ، مراسي تقول لي كمان انها بتاخد الحيوانات تهشتكها وترضعها وتجيب سيد قشطه كده تقلبه على ظهره عشان ما يقشطش على وشك. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ تاني خبر معانا النهارده بيقول وزير الاثار بيتفقد متحف اتصرف عليه 40 مليون جنيه ولسه ما خلصش. ليه يا عم 40 مليون جنيه ليه؟ سياده الوزير اكتب عندك في عادل الكهربائي وعماد النقاش اشرف سباكه، اديك نمرهم والله، خلصوا لي شقه اختي ب 180 الف جنيه قسما بالله، وهو ساعه زمان كانوا مخلصين كل حاجه، وفتحنا الحمام على المطبخ وبقوا بيجروا ورا بعض في الشقه بالفقيه. 40 مليون جنيه ليه ولسه ما خلصش؟ ليه؟ ليه؟